11/6/2012 لقد أضلت القذيفي طريقها، فكانت موجهة إلى مسجد الشيخ أحمد الحصري الذي يلبي بالتكبير في أي مجزرة في أي إطلاق على المدينة بالتكبير والتهليل والصلوات، لأنهم لا يريدون التكبير لأنه يزعزع أركانهم، فتم قصف هذا المنزل بالغلط لأن القصف كان إلى مسجد الشيخ أحمد الحصري. انظر إلى هذه الوحشية، انظر إلى هذه الدموية. والله لو كانت قذائفك تصل إلى فلسطين المحتلة لانتهى الاحتلال، أو إلى الجولان لاستعدنا الجولان، ولكن على الأبرياء، على الذين تدعي أنهم شعبك، كلا وألف كلا، أنت كلب لا تمثلنا ولا نعترف بك، ولست أنت برئيس، أنت قاتل، أنت مجرم، أنت سفاح، أنت دموي، أنت شيعي، أنت كلب ابن كلب ولا نعترف بك، والله على ما نقول. الله أكبر، الله أكبر. يا بكار ويا إيراني حقك كلك للترمال،